مصادر صحفية قالت بأن محافظة القادسية شهدت حالة من الإغلاق العام للصيدليات والمخافر الصحية وعيادات الأطباء من قبل العاملين في القطاع الصحي بسبب ما وصفوه بالرد على حملة التسقيط التي تعرضوا لها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة وفاة الطفل رفيف والتي عرضنا قصتها قبل أيام في مستشفى الديوانية العام. الإضراب تسبب بحالة من الإرباك بعد وصول حالات مرضية إلى شارع الأطباء في المدينة دون أن يجدوا من يستقبلهم. دعونا نشاهد واحدة من هذه الحالات التي رصدتها كاميرا الناشطين في المدينة. هاي صار لها شقد محروقة، وين وديتوها بالبداية؟ عليها مويه وقع عليها حليب. اي يعني متسجل. وين كانت المستشفى؟ كانت المستشفى. كم يوم؟ وصل خمسة ايام. خمسة ايام؟ اي والله. وليش طلعتوها من المستشفى؟ اريد نعالجها يعني مش ممكن. ماكو علاج بالمستشفى؟ شي كله يعني هاي شي للاسوء صار. للاسوء. زين واليوم شنو صار بشارع الاطباء؟ اضراب. اضراب ما فاتحين الاطباء. وهاي حالة الطفلة. منتظرين احنا ضحايا بعد بسبب الاهمال. هم دول العراقيين دائما هم ضحايا. هم العراقيين ضحايا. هم الله يجزاهم.